السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخنا بارك الله فيك. سائل يسأل، نفع الله بعلمكم، يقول في صلاة التراويح لا سيما في البيوت، إذا صلت المرأة مع الرجل فأخطأ الإمام في الصلاة فردت المرأة، ما هو الحكم الشرعي فيه بارك الله فيك؟ هل يجوز أم لا؟ الحمد لله، لا بأس على المرأة إذا صلت خلف زوجها أو خلف ابنها أو خلف أبيها وأخطأ في القراءة في الصلاة أن تفتح عليه. هذه المسألة لا نعلم فيها نزاعا بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، فيما إذا كان الإمام محرما لها وليس ثمة من يسمع صوتها من الأجانب أحد. ولكن هناك مسألة أخرى، وهي أنه إذا كان الإمام أجنبيا ويصلي خلفه رجال وخلف صفوف الرجال يصلي النساء، ثم أخطأ الإمام ولم يفتح عليه أحد من الرجال، فهل يجوز للنساء أن يفتحن على الإمام في هذه الحالة؟ الجواب، هذه المسألة تفهم إذا فهمنا جواب مسألة أخرى، وهي أن صوت المرأة على سجيتها وطبيعتها وفطرتها التي خلقها الله عز وجل عليه، أيعتبر من العورة التي لا يجوز للرجال الاطلاع عليها، أم أن صوتها ليس بعورة؟ والقول الصحيح والله أعلم أن صوت المرأة مجردا على سجيتها وفطرتها التي خلقها الله عليه ليس بعورة، وإنما متى ما صاحب صوت وإنما إذا صاحب صوتها شيء من التغنج أو التخضع بالقول أو التكسر أو الدلال والتثني فإنه يعتبر عورة. فصوت المرأة مجردا ليس بعورة، ولكن مصحوبا بمثل هذه الأشياء لا جرم أنه عورة. ولذلك الله عز وجل قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فلم ينههن عن أصل القول وإنما نهاهن عن الخضوع بالقول. ولذلك فإن المرأة كانت تأتي في مجمع الرجال والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فتسأله بصوتها الذي هو سجيتها وفطرتها التي خلقها الله عليه، ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهاها أن تتكلم في محضر الرجال ولا يأمر الرجال أن لا يستمعوا صوتها. فدل ذلك على أن صوت المرأة مجردا عن هذه الأمور لا يعتبر عورة، وبناء على ذلك فيجوز للمرأة أن تفتح على الرجل إذا أخطأ في الصلاة ولم يفتح عليه أحد من الرجال، والله أعلم. شيخنا أحسن الله إليك، رجل يقول أنه يشتغل مع شركة أو مؤسسة ولكن العمل شاق جدا، فهل يجوز له أن يفطر؟ لأنه إذا ترك العمل سيفصل من دوامه، وإن اشتغل سيهلك إذا كان صائما، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر في القواعد أن الرخصة لا تجوز إلا إذا حل سببها، فلا يجوز لنا أن نفتيه بأن يفطر من أول النهار قبل الذهاب إلى العمل، لأن الرخصة التي هي الإفطار لم يحل سببها، وهو شدة الجوع الذي قد يفضي به إلى الهلاك أو التلف، فحينئذ نحن نأمره بالصيام من أول النهار، ولا يجوز له أبدا أن يفطر في أول النهار حتى إذا ذهب إلى العمل وشق عليه وكاد وبلغت به المشقة المبلغ الكبير، فصارت المشقة مشقة فادحة خارجة عن العادة لا تطاق ولا تحتمل، ففي هذه الحالة نقول له إنه يجوز له الإفطار لوجود السبب الذي ينبني عليه جواز الرخصة. وأما قبل ذلك فلا نظن أحدا من الفقهاء يجيز له ذلك وفقك الله، فيجب عليه أن يصوم من أول النهار ثم بعد ذلك ينظر في نفسه، فإنه ربما رب العمل يخفف عنه العمل فيكون قد أفسدنا صيامه من أول النهار عن غلبة ظن أنه سوف يشق عليه عمله، فأوقعناه في المفسدة المتحققة من أجل مراعاة مفسدة متوهمة، وقد يكون العمل في ذلك اليوم ليس بشاق، أو أنه يكون ثمة إجازة لا يعلم بها ذلك الموظف، أو أنه يشق عليه الصيام مع وجود العمل، ولكن الله يبعث عز وجل في جسده القوة والاحتمال والصبر فيتجاوز تلك المشقة ويصبر عن الإفطار إلى الغروب. وبناء على ذلك فلا يجوز لنا أن نتقحم في المفسدة المتحققة، وهي أمره بالفطر من أول النهار من أجل مراعاة مفاسد متوهمة قد توجد وقد لا توجد، فنأمره بناء على ذلك بالصوم من أول النهار، فإذا ذهب إلى العمل وبدأ في شغله وصار يشق عليه
وصارت المشقة مشقة فادحة لا تطاق ولا تحتمل، وكان مضطرا أو محتاجة الحاجة أو محتاجا الحاجة القصوى إلى الفطر، ففي هذه الحالة نجيز له أن يفطر، وأما ما عدا ذلك فلن يسمعه منا والله أعلم. كيف نحسن الله إليك؟ رجل معه زكاة يسأل هل يجوز له أن يعطيها إخوانه وأخواته، مع العلم أن إخوانه وأخواته ليسوا بالفقراء المعدمين ولا بالأغنياء الواجدين. الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر في القواعد أن مصاريف الزكاة توقيفية على النص، والمتقرر في القواعد أن كل من وجبت عليك نفقته فلا يجوز أن تعطيه شيئا من زكاتك، وبناء على ذلك فإن الإنسان لا يجب عليه أصالة أن ينفق على إخوانه وأخواته، فيفهم من هذا أنهم من جملة من تجوز لهم زكاته، هذا أولا. وأما ثانيا فإذا كان إخوانه ليسوا بالفقراء المعدمين ولا بالذين يجدون كل كفايتهم وحاجتهم فإنهم يدخلون في وصف المساكين، فإن الفقير هو من لا يجد كفايته أصالة، وأما المسكين فإنه الذي يجد شيئا من كفايته، ولذلك وصف الله عز وجل أصحاب السفينة في سورة الكهف بأنها كانت لمساكين يعملون في البحر، فهم مساكين ويملكون سفينة، لأن السفينة لا تدر عليهم من المكاسب والأرزاق ما يكفي حاجاتهم، فالفقير هو الذي لا يجد ضروراته، والمسكين هو الذي يجد ضروراته ولكن يفقد حاجياته، فإذا كان إخوانه ليسوا بفقراء ولا بأغنياء فقد يدخلون في وصف المساكين، فإذا كانوا يدخلون في وصف الفقراء فهم من جملة أصناف الزكاة، وإذا كانوا يدخلون في وصف المساكين فهم أيضا من أصناف الزكاة، وهو يعرف حالة إخوانه، فإذا كانوا يجدون ضروراتهم ولكن يفقدون كثيرا من حاجياتهم فيجوز له أن يعطيهم من الزكاة ما تكفي حاجياتهم، وأما إذا كان إخوانه قد تحققت ضروراتهم وحاجياتهم ولكن ينقصهم شيء من الأمور التكميلية التحسينية فليسوا من الفقراء ولا من المساكين، لأن الفقير هو من لا يجد شيئا من ضروراته، والمسكين هو من يجد شيئا من ضروراته ولكن لا يجد ما يغطي حاجياته، وأما من يجد ما يغطي ضروراته وحاجياته فليس بفقير ولا بمسكين. والزكاة لا يجوز أن تدخل فيها المحاباة، فيجب عليه أن لا يدفع الزكاة لإخوانه أو أخواته إلا إذا كانوا موصوفين بصفة الفقراء أو موصوفين على الأقل بصفة المساكين، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ وفقك الله، هل من مات وعليه صوم يصوم عنه وليه، سواء كان الصوم نذرا أو قضاء أو كفارة، أم أنه خاص بالنذر فقط؟ ربنا يوفقك ويرعاك. الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر في القواعد أن ما كان من الألفاظ الشرعية كتابا وسنة عاما فالواجب إبقاؤه على عمومه ولا يجوز تقييده إلا بدليل. إذا علم هذا فليعلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها روت لنا في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فقوله صلى الله عليه وسلم من مات هذا شرط، وقوله وعليه صوم هذا نكرة، فهو نكرة في سياق الشرط، فيدخل فيه كل ما يسمى صوم، سواء أكان من الصوم الواجب بأصل الشرع أو من الصوم الواجب بالنذر. وبناء على هذا التأصيل والتخريج نقول: إذا مات الإنسان وعليه شيء من الصوم المنذور أو الصوم الواجب بأصل الشرع فإنه يستحب لأحد أوليائه أن يتولى الصيام عنه، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك: ما صحة حديث نعمة سحور المؤمن التمر؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه بإسناد صحيح لغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو حديث صحيح لغيره، والله أعلم.